وجهت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني بضرورة تسريع وتيرة العمل داخل مركز مصر للمعارض والمؤتمرات للانتهاء من تجهيز القاعات المخصصة وإتاحتها للناشرين في معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل افتتاحه بوقت كاف، مع مراعاة أن تحمل اللمسات النهائية ملامح الهوية المصرية. جاء ذلك خلال تفقدها لتجهيزات مركز مصر للمعارض والمؤتمرات استعدادا لافتتاح الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يفتتحه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في 24 من يناير الجاري. وخلال الجولة وجهت وزيرة الثقافة بتسهيل المسارات الخاصة بكبار السن وذوي القدرات الخاصة بكافة القاعات.